الجوع هذا بطني ايش بقعد انا اتعشيت يعني كمان برجع ايش في ايش في لا يكون بتوحم ولا ايش لا ارجع الوضع والله ما نسكت عنه مره ايش هرجع تركم صاحين سهاري اليوم ها انت تخصصك تصديم سيارات ما عندك شيء اشي ابوه اللي تجيب اللي شيخ جيبه منه لا انا اقول لك عارف ليه صدم السياره ابوه فاكر محل سمك ربويا عشان كذا صدم هذا اللي عنده شيء خليه يا شيخ ما له صلاح ترى والله يقوم يفرشني ابي تشيكنا يا شيخ خليه يفرشني وخليه نادي امه وابوه كمان ايش بدك تغلط ابوه وامه يمين هي وامه تغلط على امي تجي بسوي دور عسانك انا اسف صح هي خالتي وعمتي هاتين دور يلا بلعب طيب انا ما فيش انا العب بيتي ما فيش والله اضربه اي بتسوي اضربك انت كمان ترى ضربتك انا حافظك برا هناك نفض الزبائن كلها ما احتاج اجيب بلديه هذا بلدي نفسه زي اخوه زبال يار انتو ما انخمدتوا فتيركم سهر في سهر قوموا جيبوا لنا عيشة جيعان عبد السلام قوم شغل سيارتك وروح جيب لنا اكل بسم الله الرحمن الرحيم ابوي دوم متعشين ترجع تعشى مرة ثانية ما شاء الله والله انا شاك انه هو عبد السلام مو انا بس بياكل سرخان بطنه ادري فيها دود فيها دود بطنه طيب قول ما شاء الله يفترك تبغى تقعد لي انت هو براحتكم ما تبوا انا بنفسي اروح اجيب عشا لي عساكم ما اكلتوا لا 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 خلاص خليك استريح نحن نروح لا خلاص استريح استريح خلاص ما تستحي وجهك تخلي ابوك يروح يجيب عشا ما تستحي وجهك تخلي خالك يجيب العشا لا صح ما تجي صح بعد انا اجيب لك لا 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 خليك استريح خلاص نجيب العشا بس اعطيني مفتاح السياره مفتاح وحول لي الفلوس بسيارتك روح يعني سيارتي بنزين اخسر كمان شو اسمه اروح اشتري بنفسي وانت المكافاه ما نزلت اليوم المكافاه نزلت لك اليوم ايه نزلت والله ابويا ديون خلاص حسابك العشاء يلا 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 امشي يا بخيل عمره ما جاب لابوه شيء بخيل ايه وخالي زي هذا تصدم من البيت المفروض المكان هذاك في مكان اسمع ارسل لكم اللوكيشن انا خلاص مكان يا امي ما لنا نشتري منه كنا كده اكله روح كمل امشي امشي زي ما انت سيده تشوف جدر قدامك لفي انا شايف زباله قدامي خش فيها دحين انت متاكد من الطريق صحيح انا هذا اللي ارسل لي هو ابويا في جهه في منطقه خلا اي يسار يسار منطقه مهجوره روح يسار روح يسار مني يسار شوف اول بعد ما تروح يسار يوك روح 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 يسار روح روح يسار يسار ايوه بسم الله الله يستر سيارات مهجوره ومتمدد يمين 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 في جدر ما في جدر لف سيده لف سيده لف سيده لفك بكف الحين وجهك شل ضبط يمين 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 شيء يمين ودي اروح على طول روح روح لف سيده جاب لي جدر ورق يمين فين الطريق دحين هنا هنا بس خلاص هذا المكان الباب ايوه ايوه هذا الباب ايش المحل هذا القديم بس 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 كيف مطعم هنا انت تسوق انت شبك انت يمكن هو كذا عشان قديم اكل شعبي هذا قصده مطاعم شعبيه أيوه وحركات أيوه. هذه معروفه اقول لك المحلات دي اللي جوه بيت فخمه في موري فله هذا شعبي شعبي برا ايوه هذا البيت من البيت باين حتى كذا نفسه اللي يطبخ لك كذا يسحب العرق كذا ويرميه في الصحن ويرميه يديه لك هذه هذه احلى هذه حبه شي كذا شوف يلا 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 منطقه ظلام موري ظلام مطعم الظلمه اسميه الباب. بسم الله الرحمن الرحيم فك لوحده فك لوحده سبحان الله بيت مهجور وفيه تكنولوجيا شكله فيه حساسات هذا البيت مش هذا بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله تمت من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله شو اللمبه دي اللي تغرقص قاعد اللمبه اصبر خربانه خربانه امشي دخلنا شام ريحه حلوه شام ريحه من جد انت نتبع الريحه نتبع الريحه فين نخش ما بسم الله شام ريحه بسم الله هذا البيت تدخل ما عاد تطلع خليها نمشي ونمشي نمشي مع الريحه امشي يا ما تصير تكفى تكفى خايف
يضحكوا على وجهك. لا تنفجع، لما تنفجع يضحكوا عليك. سامع سريع ولا شديد؟ خليك عيل شديد وقوي. نخش اللي وصل لنا الريح ونشتري الخالي. خالي ايش يبغى هو؟ تعالوا فيكم خير، تعالوا فيكم خير. ماسكم، خليك خليك خليك، ترى هو بيقل ضحكتي، انا ضحكتي احسن. اسمع، نخاف، خلينا رجال وقوية. خلاص خلينا نمشي. ها؟ بسم الله. لا. زبون. إيه كيف زبون هذا اشترى؟ عارف لا، توصيل طلبات يمكن. والله توصيل طلبات عنده. تندر ستيشن. لا مو اسم تندر ستيشن، اسمه ترانزيت. ترانزيتن. اسمع السلام. شو الريحة؟ نحن في حارة. لازم نبين نحن قوياء عشان لا احد ينصب علينا ويضربونا. صح، اذا عرفوا انك انت من عيال حارة والله حيفرشوك، فلازم ايش تنفخ صدرك تخليه كذا قوي. يلا واحد نخش عليهم كذا عشان ايش ما يضربونا. يلا واحد ثلاث. هاكونا ماتاتا حكمة طعمها لذيذ، اديه سيري هاكونا ماتاتا. السلام عليكم، ابي 2 سياخ. اديك 2 سيره في حياتك كله ما اكلت زيه. ها خلص الطلب، امشي مقرمش مضبوط. حرمة اجيب لك ستيك لحم وربي ما قد دكتي في حياتك. ستيك ايوه. اعطيني واحد سير قصدي ستيك 2 نفرين. اي خلاص ستيك احلى 2 سيره زي ما وعدتك، عمرك كله ما اكلت زيه. سلام حبيبي، في احلى صحن نظيف كمان في المحل كله. تفضل بالعافيه عليك. يلا امشي ورانا زباين كثير. البادو طلبك شنو يا حبيب؟ 2 شنو؟ ستيك سيره. وصلنا المطعم. وصلنا المطعم، مطعم فاخر شايم ريحه. سلام ريحه فله. الله شيء عباس، من هذا الواقف في زبون قدامنا؟ التشخيص ريح. تشخيص حد يوعد في المكان؟ يا معلم سريع. أبو يوسف! هلا. كيف حالك طيب؟ أرحب، كيف حالك؟ إجابك كيف جيت لنا؟ سريع. فكيف طيب؟ والله زيك. طيب؟ أبويا مرسلنا. طلب خاص، قلت تعالوا ذا الموقع. والله لفلفنا كل الشوارع. ما حتندم. هيا يا شيخ سريع. سريع. طلب حقك جاهز. سوزن. هذا الطلب بتاعي أنا ده جبته خلاص جاهز. يلا. أنا جاي بعدنا، وكيف ياخذ قبلنا؟ أنا لي نص ساعة هنا. ولا لي ربع ساعة، وهذا رجال له ساعتين. أنا قبلكم كلكم، كيف ما تعطيني؟ هسي يجيك أحسن طلب، 2 سيخ مش؟ هسي بجيبه لك. تفضل. حار بناره، بالله بيوسف طيب؟ مرة طيب. بس بشوف شكله، بس شوف شكله كيف تأمله في اللمبات. يا سلام. فلة برا فلة! طعم لا يقاوم. شكله زعل. اديك 10 و30 و50 سيخ السنة، انت بحياتك كله ما اكلت زيه. فلا شوف كيف يهز ويرقص واطبخ. هذا افضل واحد بيشتري. يلا ارقص معانا، احنا عايشين مع الطبخة. يلا ايوه اديله. ايوه سلام. بسم الله. تطلع لي انت في كل مكان. مين ذا؟ شايفه؟ كيف تطلع لي كل مكان؟ انت شايفه؟ مين ذا؟ والله شايفه. كيف شفته انت؟ كيف شايفه؟ انا الطلب. حتى الطلب عندي طلب كان بيشتري سريه. فمه الاحمر ده بسريه. انت تعرفه؟ ايوه دايما يطلع لي. كيف شايفه؟ اسوي اشتراك معك. دليل حلمنتيشي حبيب قلبي، رفارف قلبي. امسك استلم. الطلب وصل. عجيب والله، جاي بعد لو تجي قبلنا كيف كذا؟ بس هتعقه والله ما تاخذه. بعدك انا صاحب أكبر مطعم سيري فيك يا مكة من 2013 وأنا كافح ولين حطيتها الأرض. اللحم جملي. سلام. والله صوتي. إيه أنت كيف تخليه هو بعد نجي ونحن قبل لا بجد نحن في حارة يفرشون لو شافوك تبكي. إيه صح. بعد أزل طلب بسرعة حقنا. أبشر بأحلى سيري، بس ما تكورك يا زول. ليلة بالليل الليلة نمشي شارع النيل انا وانت سوا. لك علي صوتك. انت اللي تعلي صوتك. احترم الرجال. انا ما علي صوتي، انت علي صوتك. انت تعلي صوتك. شفت هو
مثل هو مو شايفك شيء ترى مو يحترمك لا تعطي سيري بس انا لحالي والله دخل راسك هنا اقسم لا خلي وجهك سيري ذا حال اسكت خلاص خلاص سوينا سيري ونحن حنصير طيبين معاك اسير ايوه خلاص احنا اصحاب العذر والسموحه مع العذر والسموحه اصحابنا احنا احلى اثنين صيخ يا صديقي اوبا جلونا اسمعني شطه وين انت واحد وانا واحد طيب الشطه والشطه وين عجوع عجوع يا صاحبي احنا قاعدين تجيك في خايف تجيك ما جبت انت يا اخوان بسرعه والله كانهم كلاب ياكل عظام قاعدين ياخذ السبب الاول طالبين احنا ما عبروك ولا ادوك وش يعني انتم ما تفكرون ها اسوي اللي في راسي لا تخلوني اعصب داير تعمل شنو يعني داير بعمل لكم حاجه ما تسركم داير تعمل شنو قوم ادري يا زول ساي اهلا ما في خيرك اركبوا يقول اهلا ما في خيرك اركبوا عباس جرب الشيء حط الشبشب تحت باطك جاهزين للشردة؟ ما؟ والله أدمر بسطكم عباس السور بعيد ما أقدر ألحق أسرع شيلني والله لو رافعوا شيء ولا اجتمعوا مع بعض اتحدوا ما يشيلوه طيب كيف يشيلني يشرد؟ ما أدري فوت الباب هلا شيلهم كم تديني؟ نعطيك اللي تبغاه خلاص نعطيك 100 ريال خليها 150 يا ولد العم خلاص عيني اعطيك 150 بس ما عندي كاش انا طيب حول لي عباس حول له خلاص هو حول لك عباس كم يا ولد العم شالهم خلينا نمشي بكون اريحية وما حد ورانا ولا شيء خلينا نشرد سك الباب خالي الحمد لله رجعنا البيت خالي ترسلت لمكان مو طيب مكان فيه عفاريت وجن ومهجور يخوف شكله مو يخوف الحين ما مشيت على نفس اللوكيشن الابلكيشن اللي رسلت لك هو ايوه نفس الابلكيشن نفسه مشينا عليه مو سريع الدج ايوه هو ايوه هو الدج جروسنا ما ناكل طيب ما اقدر نشتري اكل ابوي والله شفنا اشكال مره تخوف ملخبط اشكال كثيره كلهم ملخبطين وفي بينهم ابو يوسف كمان اوف ليكون هذولا صلوا يا ولد العام